ونتحول الآن إلى حنين صباغ. تفضلي حنين. شكرا لك ريا. لا زالت فعاليات منتدى الإعلام تتواصل، هناك الكثير من الوفود الإعلامية التي جاءت إلى هنا لمعرفة ماذا يحمل المستقبل للإعلام وكيف سيكون دور الإعلام في المستقبل في ظل وجود الذكاء الاصطناعي، في ظل التغيرات التي تشهدها المنطقة. والآن هنا لدينا مبادرة بكل فخر من دبي، خلفي هنا كل ما لذ وطاب. هذه المبادرة التي تشكل دعم كبير لأصحاب المشاريع الصغيرة الذين يريدون إظهار مواهبهم، إظهار ماذا يفعلون وكيف يمكن أن يكونوا من كبار المستثمرين، انطلاقا من دبي عاصمة كل ما هو جديد من الإعلام إلى الفن إلى الطهي. حتى يعني هنا لدينا مشاريع من فتيات شقيقات، ولدينا مشاريع مشتركة لأصدقاء. هناك قصة ملهمة جدا، لدينا ثلاث أصدقاء كانوا يدرسون الطيران مع طيران الإمارات، اجتمعوا على حب القهوة يعني أنشأوا مؤسسة اسموها تروا، يعني ثلاثة بالعربي. هذه الشركة التي أصبحت متخصصة بالكافي. هناك أيضا أجوب، هذه البراند المتخصصة أيضا بالقهوة. يعني هناك مشاريع متنوعة، مشاريع جميلة ملهمة للشباب، هي فعلا تعطينا يعني رسالة أن الشباب دائما سباقين لكي يكونوا مبدعين، هم فقط يحتاجون إلى الدعم. وهم الآن متواجدين في منتدى الإعلام العربي لكي يعني يبرزوا ماذا يقدمون وماذا يمكن أن يعطوا هذا الجمهور الكبير. هناك صناع قرار، هناك منتجين، هناك عاملين، الكل اليوم سيتعرف على هذه المشاريع الصغيرة التي بالفعل هي مشاريع ملهمة لكثير من الشباب، مشاريع تساهم بإعلاء مستوى التنافسية لصغار المستثمرين وأيضا للكبار. يعني دبي سباقة دائما، دبي اليوم تحتفي بهذا العرس الإعلامي الكبير، وهي دائما يعني حاضرة لتكون في المقدمة.